مشاهدينا وين ما كنتوا بدي احييكم عبر الام تي في، وبالطبع بدي اتمنى اليوم لكل الطلاب البروفي اللي تقدموا للامتحانات الرسمية بأول يوم إنه تكون كل الأمور على خير. ولكن احنا تلاقينا اتصالات عديدة من الأهل تفاجئوا بموضوع الدوام المدة. على كل حال خلال الحلقة بفتكر رح يكون معنا اتصالات بهذا الموضوع. بالنتيجة هيدي امتحانات رسمية وإلها طبعا طابعها، وبالتالي على الطلاب ما يفكروا إلا بس بهالامتحانات بهالمسابقات، وإن شاء الله النجاح بيكون للجميع. السنة الجديد كانت الكاميرايات يلي انوضعت، ولكن كان طمن امبارح وزير التربية والتعليم العالي أكرم الشيب إنه طمن الطلاب وأهاليهم إنه الطلاب هن بمثابة الأبناء، وكمان كل هالامتحانات رح تكون مدروسة بشكل جيد، يعني لا صعبة ولا سهلة، ولكن في مراعاة كثيرة للأمور. إن شاء الله اليوم مع اليوم الأول ما يكون في عنا غياب، ما يكون في ناس تفاجأت. بكل الأحوال أنا بتمنى التوفيق للجميع. معلومة بمعلومتنا لليوم، مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ببيان صدر عنها أكدت فيه أنه أصبح بإمكان كل المشتركين السابقين لديها يلي بيترتب عليهم ذمم مالية، يعني بدلات مياه متوجبة على اشتراكهم السابق، صار بإمكانهم تسديدها أو تقسيطها اعتبارا من اليوم في دوائر التوزيع التابعين لها دون الرجوع الى المركز الرئيسي في جاده سامي الصلاح بدارو. بنعرف في كثير ناس ما عاد بدها عيارات المي، يعني وقفت اشتراك المي، ولكن مترتب عليها اقساط قديمه عم تتقسط. كانوا ينزلوا على المركز الرئيسي ببدارو حتى يدفعوا، فاليوم صار بيقدروا باي مركز تابعين له انهم يدفعوا هالاقساط المترتبه ويلي مجدوله اكيد بالاتفاق معهم. بمتابعتنا لليوم، بالنسبه لاخراجات الايد، وبعرف الاتصالات يلي عم تورد وعلى التاخير يلي بيصير والناس يلي بدها تطلع على المراكز يلي تابعه لها حتى تعمل اخراج ايد. فاللي عرفته أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيصبح بإمكان المواطن الحصول على إخراج أيد من أي منطقة وليس بالضرورة من مسقط رأسهم. هيدا اللي أكدته وزيرة الداخلية والبلديات ري الحسن، يعني من هالثلاثة أشهر ما بعود في لزوم كل إنسان مش قادر يوصل على مسقط رأسه أو دائرة النفوس التابع لها، بيقدر من أي دائرة نفوس قريبة منه يقدر يحصل على إخراج أيد. وهيدي أكيد كتير بتريح المواطنين، بس المهم كمان لما منقدم على هوية جديدة أو على إخراج أيد عائلي أو فردي ننتبه قبل ما نستلم، لأنه مرات عم بيصير في أخطاء طباعة، وهيدي عم ترجع ترتب عليهم من جديد يعملوا المعاملة والتأخير وغيره. فمن المخاطير لوصولا للناس اللي معنيين انتبهوا قبل ما تستلموا أي شيء حتى على دم يعني القصة تتصحح، وإلا بدكم ترجعوا تقدموا الطلب من جديد وتنطروا كمان من جديد. قبل ما أخذ الاتصال كمان بمتابعتنا، بحب أقول للطلاب يلي سألونا عن التجميل عن الديكوراسيون انتيريور بالتعليم المهني والتقني أنه أخذوا البطاقات الامتحانات ولكن ما تحدد تاريخ الامتحانات. إذا كانت طلبات حرة بيتواصلوا معهم أكيد بواسطة الهاتف قبل بيومين أو ثلاثة من الموعد والمركز أكيد. أما إذا كانوا دافعين بالدكوانة فأكيد المعهد هو ببلغهم عن تواريخ أكيد حصول هالامتحانات. بأخذ اتصال. ألو. الو بونجور مدام ريبيكا. بونجور مدام ريبيكا، سؤلتي من اسبوعين عن مصير دورة قوى الامن، شو انا اعرف معلومات جديدة عن هالشيء؟ ما عندي شيء جديد عنها. ناطرة حتى يبلغوا، يعني اكيد هذا الشيء بيصدر عن المديرية العامة وانا ببلغهم اياه. ما في شيء جديد لهلا. لا اوكي.
انت بتعرف اذا التاخير حاصل يعني كان في وقفه العيد عيد الفطر، وهلا اكيد يعني لازم ما يتاخروا ويعلنوا. كمان اتصال. الو، اهلا مدام، تفضلي. بونجور. بونجور، بشكرك كثير كثير اني قادره احكي عندك. انا عندي شكوى. ايه تفضلي. لمعالي الوزير التربيه، اوكي، عمل لهم هالامتحانات لهالكفاله اللي هن بالبريفي. نعم. وقت جدا قصير باسئله معقده. عندك التاريخ يعني صفحتين يعني بشكل كثير كبير، اسئله كثير كبيره. التربيه معقد أكثر من هيك ما بصير. يعني مدة المسابقة أقل من الوقت المطلوب، يعني قد ايه عاطين للمسابقة وقت؟ ساعة ولا أقل؟ عاطينهم ساعة بس لما بتيجي بتقريها هي صفحتين ومستندات، يعني اللي عم كل واحد طويل، يعني بده وقت هالطفل. التربية هي صفحتين، بيبقى في شوي، يعني بتنقي اول، يعني بتنقي شيء من ثلاث اشياء ولا لا؟ يما صفحتين هيدا هي المسابقه كامله. هي المسابقه كامله بس ما بيقدروا يعطون اكثر من ساعه، يعني عرفتي؟ هلا ممكن كانت تتخفف الاسئله، بس انه بس الاسئله اقل شيء يسهلوا لهم اياها، يعني شان تسهيل لحتى، يعني هي تربيه وتاريخ. نعم. يعني عارفين كيف، يعني جايين مع يعني للتلميذ انه يحفظه. انا ما عم بحكيك انه تلميذ، عم بحكيك تلميذ مدارس خاصه، تلميذ قاعدين الامهات برا عم بيبكوا عم بيتلفوا انه شوفوا الاسئله تفني، يعني شيء معقد. نحن رح نلفت النظر اكيد لمعالي وزير التربيه اكرم شهيب، وانا مش حضرتك بس حكيتيني، يعني في حدا كمان غيرك حكاني. الاهالي اللي عم تدفع المصاري كلها كل السنه حتى ابنها، يعني انه ودرس بيطلع انه كلها معقده، ما بتحسني التربيه. نعم. يعني على كل حال بتصور لين تتنعمل مسابقة تكون مدروسة بالوقت، يعني ما بفتكر بتكون ارتجالية. بكل الحالات رح أرجع راجع فيها بوزارة التربية، بلكي بالمسابقات المقبلة بيكون هلأ وضعت الأسئلة، أسئلة الامتحانات، ولكن هيدي الملاحظة بنقدر نعطيهم إياها إذا في بعد يخطوب على الاعتبار، مدام بعدنا بأول يوم. إذا بدك أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو، يعطيك العافية ستنا. أهلا، معك مواطن من ظهر الأحمر. إيه أهلا وسهلا. هذا رشايا، أكيد لك لطف يا ستنا. أهلا فيك. نحن صرنا أكثر من 10 سنين من عاني من قطع المي عنا، من مطرق الرفيد لرشايا، على طول من أول حزيران لآخر أيلول، ورجعنا ومثل بعض وكذا، بس بيضبوا علينا على المي وما منشوف المي. أنتم مع الأسف نحن هلا. أنتم من وين بتاخذوا المي؟ من أي مصلحة؟ مصلحة مياه لبقاع تبع المركبة. لبقاع، اوكي. شمسين وعين الزرقاء سوا. بس للاسف يا ستنا كل سنة نفس المعاناة. في محسوبيات، في تهريب مي، في سرقة على الطرقات، في هدر كثير، ونحن ما قلنا حدا راجع فيه، عم نراجع مثل بعضها. كل سنة صار أكثر من 10 سنين المي بتنقطع عنا بصورة عشوائية من مطرق الرفيد ظهر الأحمر، وأنا مسؤول عن الكلمة اللي بحكيها يا ستنا. مع أنه السنة كانت الحمد لله مش بس غنية بالماء، غنية بالثلج بقى، ما بعرف، كل ما الله ربنا عطانا نعم كل ما نحن ما عم نعرف قيمة شيء منها. لأقول لك شغلي، أنا رح راجع بالموضوع لأشوف كيف عم تتوزع الماء، وأكيد بجاوبكم. أهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الـ MTV، وفي عندي نداء إنساني، مريضة بمستشفى الجعتاوي بحاجة لعملية زرع كبد، وهذه العملية الظاهر ما بتنعمل بلبنان، والأهل بدهم بلشوا يعملوا اتصالاتهم ويحضروا الوراق حتى تعمل هالعملية بأحد مستشفيات فرنسا. هالعملية بتكلف حوالي 100,000 يورو. ما عندهم أكيد هالإمكانية الأهل، وعندهم فرصة أنهم يقدروا يحكموا أمهم يعملوا لها العملية بفرنسا. إذا حدا بحب يساعدهم في رقم حساب رح نحطه على الشاشة،
بيقدروا يتواصلوا عبر هل طبعا اذا حدا بحب يعمل تفاصيل اكثر بيقدر يحكينا او بيقدر دغري على هالرقم الحساب باحد فروع بنك بيبلوس بيقدر انه يساعد هالست حتى يكون عندها فرصه يمكن لعمليه جراحيه رح تنعمل بفرنسا. موضوع آخر، مكنة أكسجين بحاجة لتصليح، وطبعا صاحبها عايش عليها يعني منه قاعد منه قادر يصلحها، ما عنده إمكانات، وهي عطول يعني لازم تكون مأمنة لإله. كمان يلي بحب يساعد بإصلاح أو بيعرف حدا بيصلح مكنات أكسجين، احنا كمان عم نحط الرقم على الشاشة حتى كمان إذا حدا بحب هيك بيقدر يتواصلوا دغري وبيعرفوا تفاصيل أكتر. وأنا دايما بشكر كل يلي بيلبي أي نداء إنساني صادر من ناس أكيد ما عندهم الإمكانات إطلاقا ولكن عندهم فرص يمكن بالحياة بواسطة مساعدات من الناس. بأخذ اتصال جديد. ألو ألو، صباح الخير ست ريبيكا. صباح النور. لو سمحتي، في زهرة متفشية من فترة بس نعم. بشكل خاص هلأ. نعم. تأجير هالبيوت السكن للأجانب. نعم. وبشكل خاص للسوريين. نعم. الملفت انه كل بيت عم تقعد فيه عائلتين ثلاثة مع شي 20 ولد طريخ ليلا نهارا، عدا الخطورة الأمنية والاجتماعية. انا بدي اطرح سؤال برسم الدولة، هل هالعقود الإيجار عم بيسجلها المالك بالبلدية والمالية ويدفع عليها الرسم المحدد قانونا وتكون أجور قانونية، أم عم بيسجل بينه وبين المستأجر فقط هيدي إذا عمل له عقد إيجار وبيدب الأجار لجيبته؟ أنا سؤالي رهن البلديات ووزارة المالية، وين الرسم يلي يقتطع عن عقد الإيجار ومنعرف إنه ما في إيجار عم بيكون تحت $500؟ أول شيء منين عم بيجيبوا بدلات الإيجار؟ دو شو عم يعمل المالك؟ وهيدا كله مال عم يهدر على خزينة الدولة، إذا بيستوقفوا الرسوم المتوجبة كمان بيغنوا خزينة الدولة. وأنا بتمنى عليك تتابعي ست ريبيكا هالمسؤولية لأنه صايرة ظاهرة أمنيا واجتماعيا خطرة خصوصا بالليالي، وممنونة لطفك. أهلا وسهلا فيك. يعني احنا دايما بنلفت للموضوع، أي إيجار مفروض يكون مسجل وأكيد بالبلدية، وأول شيء في مسؤولية لا سمح الله صار أي شيء في مسؤولية منطقة البلدية معنية فيها، فإذا كانت ببيروت أكيد المحافظة والبلدية، وإذا كانت بالمناطق أكيد البلدية بده يكون عينها ساهرة، خصوصا اليوم كمان أنه بدأت حملة العمالة الأجنبية، الناس اللي عم تفتح محلات بدون رخص وما بحق إلا، يعني نحن دايماً منقول في قانون بهذا البلد بده يتطبق على أولاد البلد وبيتطبق على كل إنسان بده يشتغل بهذا البلد. يعني نحن بنعرف حالنا كلبنانيين وين ما رحنا بالعالم وبدنا نشتغل ما فينا ما نكون إلا تحت القانون، ولبنان مفروض كمان يشدد على هذا الموضوع بكل النواحي. بياخد بعد اتصال. ألو ألو، بونجور. بونجور، من فضلك أنا من الفاكهة اللي بقع الشمالي. إيه أهلا وسهلا. أنا مشكلة بمية الشرب كمان؟ نعم، غيروا الموظف، هو بده يدخل الموتور لحتى يجي على البيوت ما عم يروح يدوره. 5 أيام قعدنا بلا ماي، امبارحة إجت نتفة راحت هلأ 5:10 ما بتجي. أنتو كمان بتاخدوا؟ حاولت أتواصل مع المدير العام. أنتو بتاخدوا بعلبك؟ من بعلبك؟ مصلحة بعلبك؟ بعلبك إيه، بقع الشمالي. نبقى يعني حد راس بعلبك والقاع الفاكهة. اوكي اوكي. اي بقى ما مش عم لاقي نتيجة، حاولت اتصل بالمدير العام ما جاوبني، العالم كله قايمة المخاتير بيتصلوا، هيدا الموظف ما بده يدور المي وما بعرف شو في عنده سياسي مشاكل ما بفهم، بس نحن بضايعة طويلة عريضة قاعدين بلا مي. معك حق، يعني خصوصا بهالفترة يعني الناس بدها مي، يعني كل الفترات بدها مي، بس ما عم بفهم يعني بدنا نعمل فساد وبدنا نراقب وبدنا نحاسب وبعدها لهلا بنوقع كل سنة بنفس المشكلة، هي قضية توزيع المي بعدالة وانتظام، هيدي المشكلة اللي عم بتصير وين ما كان، مدام ببيروت وبالفاكهة وهلا من شوي برشيا، يعني ما بعرف ليه عم بصير هيك بهالبلد وربنا عم يعطينا كتير من الخيرات، يعني هيدي السنة شو بدي خبرك؟ التلج بعده لهلا على جبال ما هيك؟ نعم. أهلا وسهلا فيك، رح نتابعها ونشوف شو القضية. صورة اليوم نشوفها سوا.
يعني بشوف هالصورة هلا اللي بعت لي اياها تعليقه بكتب عليه كوكب زحل يتجول في شوارع لبنان. يعني اول شيء في حدا بالصندوق اذا بتشوفوا اجريه طالعين لبرا وماسك هالتويو هيدا البلاستيك ما بعرف هيدا ما بعرف لا في رقم ولا اولكم قطع على بوليس سير ولا شرطة. يعني حدث ولا حرج، عنا قانون سير وعنا كتير من الأمور يلي عم نشدد عليها بالسير وعنا حوادث كتير للأسف. هذا نموذج على طرقاتنا مثلا مفروض يتوقف، مفروض يتوقف على أكيد. قبل ما أنهي ما بعرف إذا بعد عندي وقت، لأنه كتير طلاب الجامعة اللبنانية لهم شهر خارج الجامعة، كلنا بنعرف مطالب الأساتذة المتفرغين، بنعرف اليوم في جو بالبلد أكيد كل إنسان بده حقوقه، ولكن شو ذنب طلاب الجامعة اللبنانية لأنه اختاروا الجامعة الوطنية لازم كمان يكونوا خارج جامعاتهم مدة شهر وما بنعرف لأي متى. كمان بالنسبة للمساعدين القضائيين يلي كمان للأسف في كتير أمور عالقة للناس لأنه بعده إضراب مستمر. أنا مع أكيد نحن مش ضد المستحقات ولا الحقوق، ولكن كمان في شريحة كتير كبيرة من اللبنانيين تعاني من هذا الإضراب. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.